اولا اول حاجه حنا دابا كنتواجدوا قدام المقر ديال المديريه الاكاديميه الجهويه عفوا الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين باكادير. جينا باش نستفسروا على السبب ديال التاخر ديال التعويضات اللي دام هذه شهرين تقريبا و 15 يوم على احسن تقدير. جينا نستفسروا على السبب ديال التاخر ديال هذه التعويضات واش فين كاين السبب، واش واش السبب مثلا في الوريقات اللي كيجيو عند المدراء، واش السبب في ان السيوله ما كانش، واخا ما كنظن هذا المشكل تاع السيوله انه الفلوس كاينين غير كيكون واحد الطماطور. جينا نستفسروا على السبب ديالو. دابا حنا كل طالب كي بحال قلتي كي مطلوب منه انه يمشي للمدرسه يا اما ابتدائيه ولا ثانويه ولا اعداديه، كيمشي فيها كيدير الاعمال التربويه. مثلا الاعمال التربويه كيفاش؟ مثلا كيمشي كيدير مثلا كيخدم في الاداره، ولا كيكون مثلا شي استاذ مثلا في اجازه كيمشي كيجد القسم ديالو، ولا مثلا كيدير شي المهم اعمال تربويه عندها علاقه بالمؤسسه. اعمال اول حاجه اول نهار خدمنا هذا الشيء قالوا لنا اعمال يعني غادي ناخذوا عليهم اجر، يعني اعمال ماجوره يعني مستحقات ديالنا، يعني درنا واحد الخدمه خاصنا نتخلصوا عليها. وكنتفاجئوا انه ماشي اول مره انهم يتعطلوا التعويضات. هذه التعويضات ديما كيتاخروا من اول سنه خدمنا وما عمرنا جدنا زعما في الوقت، يعني كنقولوا بعض الخطرات كنقولوا بغينا نجدوا فلوس ديالنا في الوقيته ديالنا في الوقيته ديالهم عفوا، وكيكون ديما هذا التماطل ديما. المهم ما فهمتش السبب ديالو، ومن ذاك الحين حتى لدابا مازال ما عرفنا السبب ديال التماطل ولا التعويضات. كل مره كتقال لنا هضره. شحال تقريبا التقدير ديال هاد التعويض شحال المبلغ؟ في البلاغ الوزاري انه قال انه كل شهر كناخذوا عليها كناخذوا عليها 1000 درهم، يعني كتخدم في السيمانه 4 السوايع وكتخرج لك في تقريبا في الشهر كتخرج لك 16 ساعه، يعني كتاخذ 1000 درهم عليها ان شاء الله. كتاخذ على هاد الاعمال كتاخذ عليهم 1000 درهم في الشهر. دابا كانت تاهم 4 شهور، خدينا الدفعه الاولى اللي هي 3000 درهم 3 شهور، خدينا الدفعه الثانيه اللي هي 3000 درهم 3 شهور، وماشي خديناها في الوقت ديالها بطبيعه الحال، خديناها وهي معطله، ودابا كنتسناو 4000 درهم، يعني من الشهر 7 وحنا كنتسناو. يعني كل مره كيجي واحد، كل مره كيجي جوج، كتجي مجموعه كيقولوا لنا نفس الهضره. ودابا جينا وكنتفاجئوا انه قالوا لنا انه اللي مكلف حيت هو دابا الدوسي ديالنا كيكون عبر خطوات، كيجي من المديريه كتصدق عليه وكيجي الاكاديميه وكيدوز على 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 بعض الخطوات. والخطوه الاولى كنتفاجئوا ان السيد اللي غادي يديرها لنا شد كونجي، وانه كتبان لي هذا شد كونجي ماشي منطقيه، حيت شد كونجي شهرين راه ما يمكنش، راه شهرين وحنا كنتسناو. وكنطالبوا من الجهات المعنيه انهم يديروا واحد الاستداره لهاد الاساتذه، لهاد الاساتذه ان شاء الله اللي غيكونوا اساتذه في المستقبل، حيت راه هما كاينين دابا في واحد المرحله اللي هي مرحله ديال التكوين والمرحله ديال التعلم، يعني خاصهم يهزوا بالنفسيه ديالهم وما يكسروش بهم بهذه الطريقه هذه وبواحد الاساليب اللي هي ما كنظنش انها خاصه كاع تكون. وراه الا جينا نشوفوا بالمنطق راه خاص الا بدي يطلع واحد الجيل، الا بدي يطلع واحد الوطن اللي هو عنده اساس صحيح، راه خاصك راه كيبدا راه من الاستاذ. عندك الاستاذ مثلا، عندك الاستاذ ما عندوش الشغف يخدم ما خدامش مزيان، راه غادي يطلع لك واحد الجيل حتى هو ما خدامش مزيان. يعني بحال هاد قلتي التخصص مثلا، التعليم مثلا، التمريض، بحال هاد الحوايج هادو محتاجينهم، يعني خاصنا نهزو بهم ونعاملوا الناس اللي خدامين فيها احسن معامله. وواحد الحاجه، واحد النقطه اخرى بغيت ندوي على انه 3000 درهم اللي هي نورمالمون خاص تكون 4000 درهم، حيت حنا خدمنا 4 شهور، وكما قلت لكم سابقا كل شهر عنده 1000 درهم ديالو، يعني 4000 درهم في 4 شهور. وكنتفاجئوا بلي 3000 درهم طلبوا، قالوا لنا المدراء ان الجهات المعنيه ما نقدرش نظلم اي واحد، ما نقدرش نقول المديريه، ما نقدرش نقول الاكاديميه، حيت طلبوا منهم انهم يعمروا غير 3 شهور، وحنا خدمنا 4 شهور. وانا بنفسي كندوي على راسي، انا دوزت الامتحانات تاع عقلت على الامتحانات الجهويه كنت فيهم، يعني كنستحق داك الشهر اللي خدمته. وكنتفاجئ انه ما غاديش ناخذ، ما عرفتش السبب. وكنطلب من الجهات المعنيه انهم يخرجوا غير بلغ يطمئنوا به الطلبه، حيت راه كاين دابا الطلبه راه كانوا اليوم ناويين انه شحال من خطره ناويين انهم يديروا وقفه احتجاجيه، وحنا بحال قلتي هذا الشق ديال الاحتجاج مازال ما بينا نوصلوا ليه، كيكون ديما هو ليطاب الاخر. حنا بينا مثلا ندوي ونتحاوروا ونعرفوا علاش، ولكن كنتفاجئوا انه الاكاديميه سواء المديريه ما كيرحبوش بينا، ما كيتحاوروش معنا. المهم حنايا اليوم جينا للاكاديميه كنستفسروا على التعويضات اللي تعطلات، حيت راه ماشي تاخر ديال شهر شهرين، راه تاخر تقريبا ديال 7 ديال الاشهر. علما ان في المذكره الوزاريه طلبة المدرسه الاساتذه كيدوزوا اعمال تربويه في مؤسسات،
كياخذوا عليها تعويضات ديال فيهم 3 ديال لي طرونش، كاين شهر 10 11 12 3000 درهم 1000 درهم الشهر، وشهر ثاني 1 2 3 و 4 5 6 7 في الاخر 4000 درهم. كنتفاجئوا بما انه حنا كطلبه مازال ما توصلناش بالدفعه الثالثه، ناهيك عن الدفعه الثانيه ايضا باقي ما توصلناش بها، حيت منهم انا نيت المدرسه الليسي باش كنستاجي او الثانويه باش كنستاجي مازال ما خديناش الدفعه الثانيه. 40% تقريبا ديال الطلبه باقي ما خداش الدفعه الثانيه. كنستفسروا علاش زعما، حيتاش صراحه راه خسرنا مصاريف كثيره، خسرنا مصاريف في هذه الاعمال التربويه، خسرنا مصاريف الكيرة، مصاريف الاكل، كدير تنقل باش تمشي للليسي وكتعرف كيفاش، وخصوصا استعمال الزمن ولا لومبرو اللي تري شارجي في ليزيف، كتجي كتستاجي وفي الاخر ما كتلقاش ما كيوفروش لك ديك البيئه باش تستاجي. حيتاش دابا حشومه بانك كتخسر فلوسك على والو، كتجي دابا باش تطلب حقك اللي حق ديالك، حتى التعويضات راه حقنا، ماشي مشينا كنطنزوا ولا شي حاجه، راه مشينا خدمنا عليهم، وهادشي راه كاين في المذكره. خص التعويضات يخرجوا في الوقت المحدد ديالهم. كنتفاجئ بانه ما خرجوش، 7 شهور ديال الروطار بالنسبه للدفعه الثانيه، و3 شهور ديال الروطار بالنسبه للدفعه الثالثه. المهم كنتمنوا من الوزاره تشوف هادشي اللي كيعيشوا الطلبه، خصوصا المدرسه العليا التربوية تكوين باكادير، اكثر ديال الطلبه اكثريه خصوصا من العام الماضي هادشي كيوقع هكذا. المهم كنتمنوا انه هادشي ما يبقاش وقع، وكنتمنوا من الاكاديميه تصرف التعويضات في اقرب وقت ممكن. حيت الطلبه دابا كما عرفتوا السنه الدراسيه الله باديه، وتابعهم بزاف ديال المصاريف، وخص الاساتذه حيت دابا طلبه المدرسه العليا الاساتذه راهم اساتذه المستقبل، يعني ما تموتيفاو دابا، يعني الا كاين واحد الاحباط اليوم دابا فكيفاش غادي يكونوا من بعد ما يولجوا للمهنه ديال التدريس. فكنتمناو الاكاديميه تصرف اقرب وقت للتعويضات ديالنا، وهذا ما كان حشومه باش نبقاو نمشيو ونجيو للاكاديميه، حيت راه عينا صراحه هادشي اللي كاين. قال ليها 3 شهور.